اسم الفائزة ما تسيت أكتو سبور مع أمين ليلى. أكتو سبور بداية في أكتو سبور اليوم بتبيع عش نحكي على الدفعة الأولى من جولة 9 أيام بطولة رابطة المحترفة الأولى زوز ماتشوات قاعدين يتلعبوا الآن في حمام لنف في 82 دقيقة لعب التعادل 1-1 بين نادي حمام لنف ونادي رياضي الصفاقسي سي اس اس اللي بادرت بالتسجيل في دقيقة 14 عن طريق محمد علي الجويني ونسيم شاشية يعادل للهام هامة في دقيقة 66 مع العلم أنه سي اس اس يلعب منذ دقيقة 77 منقوص من اللاعب بعد إقصاء حمزة الجلاسي. سينو في حمام سوسة لتوال متقدم 1-0 على اتحاد بنقردان هدف رضوان زردون في دقيقة 79. غدوة باش تكون باقي المباريات الدفعة الثانية مع الأربعة ونصف المتلوي نجم المتلوي شبيبة القيروان التحكيم لمحرز المالكي في الشابة هلال الشابة النادي البنزرتي التحكيم لنصر الله الجوادي في النايفر الملعب التونسي مستقبل سليمان التحكيم ليسري بوعلي ماتش نجم تفرجوا فيه على الوطنية الأولى مع السبعة في مصر بن جنات بالمنسير الاتحاد يواجه اتحاد تطاوين التحكيم لمجدي بن حاج علي والمباراة هذه تتعدى على الوطنية الاثنين والسبعة درجين القمة المرتقبة ديربي العاصمة بين النادي الافريقي والترجي الرياضي التونسي مباراة هذه في زفر أمير لصيف مباراة نجم تفرجوا فيها على الوطنية الأولى وقناة الكأس القطرية. بالنسبة لحبال الترجي إخبار فرح ممكن غدوة حمد الهوني في القائمة اللي وجه لها دعوة معين الشعباني إلى ديربي العاصمة. وجهت الجامعة التونسية لكرة القدم مكتوب للاتحاد الدولي لكرة القدم قصد الحصول على ترخيص استثنائي لاستعمال تقنية الفار خلال مباريات نهائي كأس الممتازة بين الترجي الرياضي التونسي ونادي الصفاقسي نهار 20 سبتمبر. وزاد بالنسبة لأدوار النصف النهائية والدور النهائي من مسابقة كأس الحبيب بورقيبة للموسم الرياضي 2019-2020 يمشي تلعبوا نهار 23 و27 سبتمبر. قرر مكتب الرابطة خلال اجتماعه اليوم وعقبت أخصائي العلاج الطبيعي بالترجي الأسعد العماري بحرمانه من الجلوس على البنك لأربع مباريات وخطية مالية ب7000 دينار، كما تقرر زاد معقبة شكري العميري رئيس فرع كرة القدم بالنجم الرياضي الساحلي بحرمانه من الجلوس على بنك البدلاء لمدة 4 مباريات وخطية مالية ب15000 دينار. مكتب الرابطة للمكتب الجامعي اللي قرر في جلسة المنعقدة اليوم برئاسة وديع الجري في خصوص إنهاء الموسم الرياضي 2019-2020 لبطولة الهوات في مستواها الأول والثاني وزاد البطولة الجهوية تقرر ما يلي المحافظة على خوض الفرق الأربعة الأولى من بطولة الهوات مستوى أول لدورة البراج لأجل صعود للرابطة المحترفة الثانية. يعني مباريات البراج بالنسبة للرابطة الهوات مستوى أول بقات وبش تلعب. بالنسبة لباقي الرابطات إلغاء عملية النزول من رابطة الهوات مستوى أول إلى رابطة الهوات مستوى ثاني، إلغاء عملية النزول من رابطة الهوات مستوى ثاني إلى الرابطات الجهوية، صعود الفرق الأربعة الأولى من كل مجموعة لرابطة الهوات اثنين إلى رابطة الهوات واحد. وهكا النجم نقول ألف مبروك لنادي كرة القدم بالحمامات العودة إلى رابطة الهوات مستوى أول، صعود 16 فريق من بطولات الرابطات الجهوية إلى بطولة الهوات مستوى ثاني، فريق من كل رابطة جهوية، لكن فما رابطات فيها استثناء يطلعوا منها زوز فرق. نحكيو على رابطة تونس، رابطة بنزرت، رابطة مستير، رابطة صفاقس، باعتبار أنها تضم أكثر جمعيات، تضم أكثر من 12 فريق. دونك موسم 2020-2021 باش يكون موسم استثنائي ب 48 فريق في المستوى الأول باش يتوزعوا على 4 مجموعات. في التنس تواصل أونس جابر التألق بعد فوزها البارح على الأمريكية ماديسون كيس المصنفة 13 عالميا وصاحبة لقب سينسيناتي اللي تتلعب الآن في الولايات المتحدة الأمريكية. فازت عليها البارح بنتيجة زوز أشواط لصفر، تفاصيلهم 6-4 6-1. اليوم أونس باش تواجه بداية من 9:30 متاع الليل الأمريكية كريستينا المصنفة 90 عالميا في الدورة الثمن النهائي. دونك حظ موفق الأونس جابر في مواجهتها الليلة. نختم بخبارهم لاعبنا الدولي يوسف المساكني، وإن أكدت شبكة قنوات الكأس القطرية أن إدارة نادي السلية القطري اللي دربه التونسي سامي ترابلسي اقتربت من إتمام الاتفاق مع متوسط ميدان نادي تحيل والمنتخب الوطني التونسي يوسف المساكني للانتقال للصفوف بداية من الميركاتو الصيفي الحالي. في الختام نذكروا بالنتائج بالنسبة للمباريات الدفعة الأولى من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. 87 دقيقة لعب في مباراة سي اس اس حمام لنف تعادل 1-1 ونلعبوا في الوقت البديل في دقيقة 93 في مباراة ليتوال واتحاد بنقردان والتقدم للنجم الرياضي الساحلي هدف مقابل صفر.
كانت هذه أخبارنا لليوم في أكتو سبور 2-1 لنادي حمام الأنف. قبل ما نختموا الأكتو سبور في دقيقة 88 عدي بالحاج يسجل الهدف الثاني. دونك الهمامة تقلب الطاولة على السي اس اس 2-1 للنادي الرياضي لحمام الأنف ضد النادي الرياضي الصفاقسي، وواحد بلاش للإتوال ضد اتحاد بن قردان. كما قلنا هذه أخبارنا لليوم في أكتو سبور. أكتو سبور.